الإخوان الأخوات السلام عليكم. دائما في إطار الإجابة على أسئلة الأصدقاء على القناة، وبما أنني أعمل يعني باحث في الأعشاب الطبية والعطرية، الإخوة دائما كيسولوا على الغرور ديال الدراري الصغار. بزاف الناس كيسولوا على هذا الأسئلة هادو. فالغرور إخواني فقط نصحكم اكتفوا بسبعة الأشياء فقط، اللي منها الويزة والقزبور البلدي والخزامة البلدية والكامون البلدي والريحان والكامون الصوفي والورد. كاين اللي كيزيد يعني الزعتر، وكيزيد الكراوية، وكيزيد النافع، وكاين اللي كيزيد الثومة. من الأحسن تكتفيو بهادو بركة. والزيت كتستعمل زيت العود أو زيت أرغان. ولكن المشكل الكبير فين كاين في الغرور هو المرأة اللي غادي تصوب هذا الأمر، هذا اللي غادي تقوم بالعملية ديال الغرغرة أو يعني تغرغر الدراري الصغير. هنا فين كاين المشكل، ماشي اي بنت واي امراه يعني ما عمرها تعاملت مع تربيه صغيره يعني شهر او يعني اقل، يمكن لها دير هذه الاشياء هذه وتغامر او تقمر بالحياه ديال الدري الصغير، وما تفوتوش هذه الاعشاب هذو. فقط هذو كيكفيو، الا زدتو الزعتر او يعني النافع لا باس، ولكن دائما كتبقى تجربه للمراه اللي عارفه هذه الامور هذو وعارفه كيفاش يعني تعمل هذه الاشياء وعندها تجربه وكبرت دراري الصغار. ماشي اي بنت يعني باقي ما عندها تجربه يمكن تلعب بهذه الاشياء هذو. فيعني دراري الصغار حساسين للاعشاب. هذا كل شيء اخواني اخواتي، والسلام عليكم الى حلقه اخرى ان شاء الله.